فإذا نظرنا إلى الفهم لأمور الشريعة فحدث ولا حرج أيضا عن الجزئية في التعامل التي يعني أحيانا كثيرة يفكر الناس في المسألة ولا ينظرون إلى ما يسميه العلماء الباب، يعني لا بد أن ينظر إلى مسائل الباب وليس مسألة واحدة ولا حديثا واحدا ولا آية. لا يصح أن يفتي المفتي بحديث واحد أو بآية واحدة، هذا كلام لا يفعله العلماء، وإنما ينبغي العالم أن يعود إلى الباب، يعود إلى الموضوع. يعني لا يستطيع أن يفتي وإذا نظرنا إلى النظرة الجزئية دخلنا في التعارضات والتناقضات التي تحدثنا عنها بالأمس، ودخلنا في الترجيحات والمسائل المعقدة. ولكن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء ونظرنا إلى الباب، باب الجنايات، باب الأحوال الشخصية، باب البيوع، طيب إذا نظرنا إلى الباب ندخل إلى الباب من أهداف الباب ومقاصد الباب. فمقاصد الجنايات مثلا من أحوال يعني القانون أو التشريع الجنائي الإسلامي، المقاصد تتعلق بالعدل وتتعلق بالردع وتتعلق بال يعني الإثبات مثلا في بعض في القضايا وكذا. فلا يصح لمسألة جزئية أن تنافي العدل ولا أن تنافي الردع ولا أن تنافي، وأحيانا يتعارض العدل مع الردع أو يتعارض في البيوع مثلا الوضوح مع يعني مثلا التعاقد مثلا أو أي أشياء. فينبغي عندها أن ننظر إلى التعارضات ونحل التعارض بأن نصل إلى التوازن. فمثلا في المعاملات المالية الوضوح قالوا هذا من مقاصد المعاملات المالية، لا يصح لمسألة جزئية أن تنافي الوضوح ومنع الغرر ومنع الغش ومنع الربا وهذه الأمور. فلا يصح أن ندخل في مسألة جزئية تؤدي إلى الربا، عين الربا، لمجرد أننا يعني نتحايل التفكير الحيلي. هذا أيضا من آفات الفقه في التفكير الجزئي. فيعني أحيانا نتحايل نقول طيب أنا لن أسأل من أخي $1,000 وأعيده إياه 1,500، لا أنا لن أفعل هذا، بل أتحايل أقول طيب أخي أقرضني معدنا مثلا، التورق ولا أيا كان الاسم، والأسماء لا تهم وإنما المعنى هو المهم، أقرضني مثلا بعض المعادن ثم يشتري المعدن مني وينقدني $1,000، ثم بعد شهرين يعني أشتري المعدن منه ب1,500 ثم أعيد المعدن إليه لأني قد اقترضته منه في المقام الأول. فهذه الحيلة الطويلة العريضة التي يسمونها مثلا التورق وتعمل بها للأسف بعض البنوك الإسلامية، هذا نظر جزئي للمسألة، لأن في النهاية هي 1,000 ب1,500، هذا هو الموضوع، وبالتالي هذا ربا، يعني بالتعريف ليس هناك ربا أوضح من هذا، لا قد نختلف في بعض المسائل، لكن ليس هناك ربا أوضح من 1,000 ب1,500. فإذا فعلت ذلك وعلى التحايل وعلى هذه النظرة الجزئية الحيلية هي نظرة باطلة أصلا، لا يصح. وامتلأت حقيقة يعني حياتنا الإسلامية خاصة في مجال المعاملات المالية بكل صراحة امتلأت بقضايا الحيل والتحيل وكذا، فيصبح هو نفس العقد لكن نغير بعض الأسماء ويصبح خلاص حلال، نسميه صك ونسميه كذا هذه القضية هي نفس الكلام. لكن يعني والشريعة كما يقول أيضا ابن القيم بحقائقها لا بأسمائها وصورها، الشريعة بالحقائق. فإذا كان المسلم يريد أن يعيش بشريعة الله سبحانه وتعالى وبأخلاق الإسلام لابد أن يعيش بالحقائق لا بالأسماء والصور. الأسماء والصور يمكن أن نوفيها بالنظرة الجزئية، لكن الشريعة لابد أن نوفيها بالنظرة الكلية بالحقائق ونوازن الكلي مع الجزئي. النظرة إلى مقاصد الشريعة ويعني هي نظرة كلية إلى الشريعة، ولابد لمقاصد الشريعة أن تحكم على التفكير الفقهي، ولا يصح للتفكير الفقهي أن يناقض العدل أو مراعاة السنة الإلهية أو مراعاة الفطرة أو حفظ الدين أو النفس أو العرض أو العقل. لا يصح للتفكير الجزئي مهما كان أن يناقض هذه المقاصد، لأن هذه المقاصد هي الكليات التي تحكم على الجزئيات. والتفكير الظاهري الذي أيضا هو تفكير جزئي وانتشر كثيرا في مجتمعاتنا هو تفكير ينظر إلى الجزء ويهمل الكل، فينظر إلى حديث واحد ويهمل المقصود العام. يعني مثلا أضرب مثالا كنت أقرأ فيه بالأمس في المحلة لابن حزم، صح عنده الحديث الذي كادت فيه اليهودية أن تسم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة
ثم يعني أتاه الملك فأخبره أو قالت شأني مسمومة وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده عن السم فلم يأكل، وأكل بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذا. فالرواية التي صحت عند ابن حزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن هذه المرأة التي حاولت أن تسمه صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض الصحابة بعد يعني هذه الوجبة توفي من أثر السم رضي الله عنه. فهناك رواية أخرى لكنها ضعيفة عند ابن حزم. الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام نظرا لبعض الصحابة الذين ماتوا من السم التي وضعته اليهودية فقتلت بهم لأنها قتلتهم، هو عفى عنه لمحاولة الاغتيال أو محاولة القتل، لكن بعد أن ثبت قتل الصحابة الآخرين لم يعفى عنها صلى الله عليه وسلم وإنما قتلت بهؤلاء الناس. طيب، هذه قصة. الجزء الأخير من القصة انظروا إلى النظر الجزئي بامتياز مع جلالة قدر ابن حزم يعني وجلالة قدره في الإسلام يعني وفي الشعر وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي كل شيء، لكن انظروا إلى قال هذا الجزء الزائد ضعيف عندنا، ولذلك فقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن هذه اليهودية، لم يصح عنده جزء من التاريخ أنه اقتص منها. ثم يقول يرتب على هذا النظر الجزئي نتائج خطيرة، يقول ولهذا فالذي يقتل آخر بالسم لا يقتص منه، لأن الذي قتل القتيل هو نفسه، لأنه هو الذي باشر القتل، يعني هو ينظر إلى الحديث. طيب، الحديث يا سيدي صح عندك هذا ولم يصح الآخر، شككت في أحد الرجال، أهلا وسهلا، لكن هل يعني هذا أن الإنسان الذي يقتل إنسانا بالسم لا يختص منه؟ ابن حزم يعني في المحل هذا كلام خطير، وهذا كلام يعني هناك نقطتان في هذه. النص الجزئي يمكن أن يرد إذا كان يعني النقطة الأولى، طيب النقطة الأولى أن الاجتهاد لابد أن يكون سليما ولا يصح أن يكون فرديا اجتهادا تجزئيا فرديا في عقل إنسان واحد، لكن إذا اجتهد علماء الأمة فوصلوا إلى شيء معين فالنص الجزئي يرد بأحد يعني شيئين، إما بالتأويل وإما بالتضعيف. التأويل إذا كانت يعني إذا كان إذا التضعيف أولا إذا كان النص ضعيفا سندا أو ضعيفا متنا أو فيه خلل معين فيمكن أن يرد النص، أو إذا كان النص آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرد بالتأويل. وهذا كلام ليس تحالفا على النصوص بل هو انتصار للنصوص، لأن النص الذي يقول إن الله يأمر بالعدل هو الذي يحكم على النصوص الجزئية التي تتعامل مع قضايا العدل بشكل أو بآخر. وإلا فلا يصح، يعني مثلا على طريقة ابن حزم الفتوى التي ظهرت في سوريا أن الذي يخرج في المظاهرات السلمية هو الذي يقتل نفسه وليس القناص، عارف الفتوى إياها، لا أريد أن أذكر أسماء مشايخ، فيقول لا، القناص بريء من هذا لأن القناص يحافظ على النظام والذي خرج هو الذي يقتل نفسه على لأنه هو الذي خرج. طيب، هذا لماذا يا شيخ؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. طيب، أخذ يعني هذا كلام، فهو هذا حديث في الصحاح موجود، لكن تطبيق الحديث في الواقع لا بد أن يكون في إطار النظر الكلي. أنت تطبق هذا الحديث، متى قيل هذا الحديث ولمن وفي أي مناسبة؟ هذا في أحاديث الفتن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أبي بكر وعمر يعني، فيوصي أحد الصحابة أظن حذيفة في أنه يعني يقول لحذيفة أطع عمر وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وعمر لن يأخذ المال على طريقة بشار ولا قذافي ولا يضرب الظهر على طريقة يعني الذين يضربون ظهور الناس، لا يعني هو يقول له. فنضع الحديث في السياق الجزئي، لا نرد الحديث طبعا ونحترم الحديث لأن هذا دين يعني، لكن النظر الكلي هو الذي يضع الحديث في مواضعه، وإلا أدت الفتوى إلى ظلم تأباه الشريعة والشريعة وعدل كلها وهكذا يعني. فأحيانا كثيرة يأتي الفتوى تعتمد على يعني حديث هو بكل بساطة يمكن أن يؤول يعني الحديث، أو في أحيان، وطبعا هذه مسألة متخصصة، أحيانا الحديث يكون في الصحاح ولكنه يحتاج إلى مراجعة، لأن في الصحاح ما يسمى بالمتعارض وهي قضية كبيرة لكنها أصبحت ضرورية للأسف، يعني الذين يشتغلون بالعلم الشرعي يتجنبون مثل هذه المراجعات للصحاح، أي يعني البخاري ومسلم وابن حبان،
لأن طبعا هناك يعني خلينا نقول أسطورة بصحة كل ما في هذا. طيب، وهذه الصحة صحة سند أولا مبدئيا وليست صحة متن، والمتون تتعارض أحيانا، وأحيانا تأتي أشياء يعني لا تعقل ولم تعقل، ولكن العلماء في القديم بعضهم لم يعقلها فردها، وبعضهم أولها تأويلا يعني ينافي العقل، حتى يعني حديث الطيرة مثلا الذي فيه يعني يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة في المرأة والدابة والدار، يعني الطيرة التشاؤم يعني في المرأة والدابة والدار، فيعني هذا كلام يعني يتنافى مع أصول الإسلام أصلا، وهذا ليس من عندي وإنما من عند عائشة رضي الله عنها، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا هذا ذهبوا إلى عائشة فقالوا يا أم المؤمنين إن أبا هريرة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في المرأة والدابة والدار، قالت والله لم يكن الحديث على هذا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار، وفي رواية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أهل الجاهلية أو كان اليهود في حديث الرواية الأخرى كان اليهود يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار، فدخل أبو هريرة عائشة تقول فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، يعني لا تحتمل المسألة الآن في الوضع المعاصر، وقد أصبح الحديث عن تطبيق الشريعة حديث يعني جد، لا تحتمل المسألة إلا أن يكون عندنا من الشجاعة أن نواجه هذه المتون وأن نراجعها بما يحقق المقاصد الكلية والصورة الكلية للإسلام، لأنه منذ متى في الإسلام التشاؤم من المرأة أو التشاؤم من الدابة والدار، الإسلام يعني ليس فيه تشاؤم، بل إن الحديث الصحيح الآخر لا طيرة في الإسلام، وهكذا. فنحتاج إلى غربلة الكثير من الشوائب التي شابت الفقه نظرا للنصوص التي لم تغربل، ونحتاج إلى نزع الكثير من الألغام في حقل الإصلاح الإسلامي، لأن عندنا إلغام خاصة في قضايا السياسة وقضايا المرأة، يعني هاتان يعني هذان المجالان بهما من الألغام حدث ولا حرج، نحتاج إلى نزع هذه الألغام حتى نأخذ الشريعة بجد، وحتى يأخذ العالم الشريعة بجد، وإلا إذا كانت الشريعة تؤدي إلى هذا فهذه يعني 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 يحق بالعقلاء أن يرفضوها. طيب، فنحتاج في الحقيقة إلى أن نراجع مسألة النصوص. ذاك الأخير هي إجابة طويلة على السؤال، لكنه سؤال مهم، ونحتاج إلى أن ندرك أن النص الجزئي لابد أن يظل نصا جزئيا في حدوده ونفهمه في سياقه، ولا نستطيع أن نفهم النص الجزئي مطلقا من المطلقات، اللهم إلا إذا كان يدل على مطلق من المطلقات، والمطلق لابد أن نفهمه باستقراء التام لقضايا الشريعة، أو يعني استقراء الاستقراء كما يعني نجتهد في أمور الشريعة، ولا نفهم النص الجزئي دون النظر إلى الصورة الكلية. أحيانا مقاصد أحيانا قطعية الدلالة والثبوت متوهمة في أشياء كثيرة. أولا يعني القطعية التي تتعلق بالدلالة وبالثبوت. طيب، الثبوت في القرآن ليس فيه كلام، ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعية الثبوت هذه لا تثبت في يعني 99% من الأحاديث إلا المتواتر منها وهو عدد قليل، لكن الأحاديث التي عليها مدار الدين هي ليست قطعية الثبوت، فيعمل بها لكن لا تدخل في مسائل الاعتقاد، يقول العلماء، بمعنى يعني قطعية الثبوت والدلالة، هذا المصطلح الذي يعني تستخدمه أنت جزاك الله خير هذا مصطلح عقدي، يعني هذا مصطلح الذي لا يؤمن به يكفر، يعني مسألة خطيرة ليست قضية بسيطة خلاف فقهي، لا. طيب، فقطعية الثبوت والدلالة، أولا لابد أن ننظر فيما نتكلم، إذا كنا نتحدث عن الآحاد وهي الكثرة الكاثرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصحاح، فهذه ليست قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة، والآيات في كثير من المناحي يعني إذا حللنا قليلا قطعية الدلالة، يقولون يعني أن الدلالة تصبح قطعية بالعموم والإطلاق والإحكام، يعني العموم العام يدل على القطع أكثر من الخاص، والمطلق يدل على القطع أكثر من المقيد، والمحكم
يدل على القطعية، وبالتالي فالمعلوم من الدين بالضرورة الذي هو قطعية ثبوت وقطعية دلالة هو الذي يحكم المحكم المطلق وكذا. لكن أحيانا النص يكون محكما ومطلقا وعاما ولكنه ليس قطعيا، لأنه دلالته دلالة اقتضاء وليست دلالة يعني دلالة مباشرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب هذا رباط الخيل هذا لفظ قرآني، وأعدوا الأمر، يعني لو أدخلنا المسألة في كمبيوتر الأمر يقتضي الوجوب، وأعدوا أمر وما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ورباط الخيل هذا لفظ عام وواضح ومطلق وطيب، لكن النظر لابد أن يكون هناك بعد من الغاية، الغايات، الغاية. لما هذا؟ لماذا قال ومن رباط الخيل؟ لأن هذا يدل على القوة، فلا يصبح رباط الخيل في حد ذاته فريضة. عمر رضي الله عنه برع في هذا، وفي خلافته رضي الله عنه يعني غير بين قوسين أشياء كثيرة كان يظن بها أنها من المحكمات، لكنه حين نظر إلى دلالة المقصد وليست فقط إلى دلالة اللفظ، دلالة المقصد على ليس على طريقة الغاية أي المنتهى، بل على طريقة الغاية أي المعنى، فإذا نظر إلى هذا وازن دلالة اللفظ بدلالة المقصد. فمثلا من قتل قتيلا فله سلبه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن السلب بلغ الشيء الكثير فلا أراني إلا خمسته، أي أدخله في الغناء مثلا قضية. فإذا نظر إلى من قتل قتيلا فله سلبه، إذا نظرنا إلى الدلالات اللفظية على طريقة الكمبيوتر فهذه الدلالات ستؤدي إلى الإحكام والإطلاق والقطعية، ومنكر هذا يكون كافر وهذا الكلام. لكن إذا نظرنا إلى المقصود والغاية، وهذا نظر يتطلب علم وخبرة لكنه مهم، فأختلف معك وعندي حساسية حقيقة من كلمة القطعية، لأن القطع والظن من الثنائيات خاصة في الفقه التي يعني شغب بها الكثير من الفقهاء على الحقائق المهمة في الفقه. فالقطعية هي أصلا في حد ذاتها مستويات، والظنية في حد ذاتها مستويات، ولا يمكن أن نقول بالقطع في مسائل الفقه إلا في يعني ألفاظ القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تواتر منها، ثم التطبيق في حد ذاته ليس قطعيا. فأنا أريد حقيقة خلخلت هذه القطعية والظنية أنها تحتاج إلى مراجعة، كتبت عن هذا باستفاضة. يمكن سؤال مهم في الثابت والمتغير، فلابد هنا أن نفرق ليس كما تفضلت بين الأمور التشريعية وغير التشريعية، بل بين الأمور التعبدية وغير التعبدية. فالأمور التعبدية لابد أن نقف فيها على الأشكال والصور وليس على المعاني والمقاصد، والأمور غير التعبدية تدور أصلا مع المعاني والمقاصد. الشاطبي يقول الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها الحظر، يعني الأصل فيها ألا يقدم عليها إلا بإذن أصلا، هذا التعبد. والأصل في العاديات الإذن والدوران مع المعاني والمقاصد. كيف نفرق بين العاديات أو المعاملات، يعني تعبير مختلف لكن خلينا نقول المعاملات والتعبديات، لا أقول العبادات فقط، العبادات هي الصلاة والزكاة والحج وهذه من التعبديات، لكن من التعبديات قال العلماء من التعبديات ما اسمه المقدرات. الطوفي مثلا في أصوله تحدث عن المقدرات، المقدرات هي الأرقام، يعني 2.5% في الزكاة، 4 ركعات في كذا، 3 ركعات، 3 شهور للعدة، هذه المقدرات التي قدرت أرقاما هذه تعبديات، لكن بقية أبواب الزكاة هي عاديات، بمعنى وعاء الزكاة الذي نأخذ منه الزكاة هذا ليس تعبدي. ابن حزم يعني حقيقة يعني أخطأ، قال العلماء أخطأ حين قال إن هذا تعبدي، وبالتالي تأخذ زكاة إلا من الذهب والفضة والماعز والبقر، فعندك يعني من النوق 5 تدفع زكاة، عندك بئر بترول لا تدفع زكاة، هذا كلام. فبالتالي التعبديات أولا هي المقدرات، وثانيا قال العلماء التعبديات ما لا يعقل معناه، الشافعي والشاطبي والآمري يعني تحدثوا عن هذا، ما لا يعقل معناه بمعنى أنا لا أعقل لماذا أرفع يدي هكذا، أو لماذا أصلي كما رأيتموني أصلي كما قال صلى الله عليه وسلم، فأصلي الظهر كذا والعصر كذا، أو يعني أفعل هذا وأدور حول الكعبة هكذا وليس هكذا، أو 7 جمرات. فما لا يعقل معناه قال العلماء
هو من التعبديات. لكن في المسائل هذه مساحة أيضا رمادية، لأنه أحيانا فيما لا يعقل معناه يأتي عالم فيعقل المعنى ويضع علة، يعني علة بالمعنى الأصولي للمعنى، فيصبح المعنى يدور مع العلة. فأحيانا لا يعقل المعنى أبدا فيصبح من التعبديات. نعم، فهو مسح الخوف من التعبديات، يعني نعم صحيح، لكنه تعبدي. يعني الإمام علي رضي الله عنه حين قال لو كان الدين بالرأي، يقول لو كان الدين، هذا الدين هو يقصد التعبدي، لكن هو رضي الله عنه ضرب أمثلة كثيرة حين كان يعني خليفة المسلمين وحين كان مستشارا يعني الخلفاء، ضرب أمثلة كثيرة على النظر إلى المعاملات عن طريق المقاصد والمعاني وليس عن طريق المباني والصور. لكن هو في الدين ما يقصده بالدين لو كان الدين بالرأي هو العبادات، فالوضوء هذا من العبادات، فأمسح يعني هنا أمسح هنا أمسح هنا، هذا تعبدي. أنا لا أستطيع أن يعني أجادل أو أفكر أنني يعني أسلم من أجل عضلة الرقبة ويعني أركع من أجل سلامة الظهر، يعني هذا كلام فارغ في رأيي، يعني لا أحب هذا التأويل العلمي في هذه المسائل بالتحديد، لأنه يعني خلاص هو تعبدي. يعني ولو كنت رياضيا سأسلم، ولو كنت قعيدا سأفعل نفس الأشياء لا تتعلق بالصحة ولا الرياضة. لكن فيما عدا التعبديات لابد أن نطلق التفكير للمقاصد لكي تكون حاكمة على النصوص الجزئية التي تحدث عنها أخي، لأن النصوص الجزئية في ذلك الوقت تكون مربوطة بغاياتها، وسيأتي مزيد حديث عن هذا إن شاء الله.